وممكن بس تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله بغيت نقدم لكم بعض المشتريات اللي خديت من جوج اماكن، من محل اكسنو ومن فيت غوني او جوتيه او البال حسب يعني اللغه المغربيه. اول حاجه هنا في محل اكسنو، فخديت هذا ديال خاص بمسز الشمع ديال السيليكون. هذا هو المكان اللي كنلقاه فيه صراحه وثمن رخيص وكميه كثيره، وخا اللون ديالهم اصفر ولكن ضروري يعني هو المكان اللي لقيت فيه يعني باش نشري، لانه في اماكن الاخرى تكون شويه غالي وقليل بزاف، يعني ما كيقدر حتى في عمل واحد وخا يكون صغير. هادو ايضا جدادين في محل اكسو، فيها قطعه ثوب، فيها ازرار، وفيها بعض الشرائط زوين بزاف، في كنيسه الاشكال. انا خديت هذا الشكل هذا اللي فيه على شكل ورود، عجبني بزاف. الثمن ديالو يعني ما كيتجاوز 2 اورو. بالنسبه لبعض الاثمنه فانا للاسف طاليه تيكي، واخا كنت محتفظه به حدايا، ولكن ملي بغيت ندير المونتاج ما لقيت، فقط تيكي واحد. وقولي من بعد غنكتب لكم كل حاجه والثمن ديالها. هذا هي القطعه ديال الثوب، وهادو هما الازرار. بالنسبه للازرار رائعين جدا، هكا الا عندكم شي قميجه او قميص او شي تريكو بغات تبدلوا ليه الازرار ديالو وتعملوهم هكا زويونين، خصوصا في القمصه بالجينز كيجي رائع جدا. او اذا عملتوا شي حاجه شي تريكو هكا بالكروشي خاص بالاطفال بالنوتات، عملوا هادو فكيجيو رائع جدا. وهذا هو الخلف ديالهم، يعني بامكانكم تخيطهم بطبيعه الحال، كيجيو على جوج الوان. وهادو هما شرائط الساتا، يعني دائما الالوان كتكون مناسبه للون قطعه الثوب اللي كتاخذوا. وهذا في الجهه الخلفيه، وهما الالوان اللي كاينين كما كتشوفوا، كاين الوان زوينه صراحه، الالوان يعني زوينه هكا، خصوصا الناس اللي كيعملوا هكا الافريشه بقطع الثوب، فكتجي رائع جدا انكم تاخذوا هكا يعني بلا ما تضيعوا الثوب كامل، فقط قطع هكايا وتعملوا بهم الافريشه او اعمل او اي اعمال. ان شاء الله نوريكم الديكوباج بقطع الثوب. علاش لا، خديت ايضا هذا البلاستيك خاص بالحفاضات المتسخه اعزكم الله، دائما يعني دائما موجود عندي، سواء في الساك اللي كنخرج به او ملي كنمشي عند الناس ضروري تكونوا عندي، وخصوصا كيعطوك 100 حبه في ثمن رخيص جدا، يعني ما وصلش 2 اورو، وخصوصا انه هذا البلاستيك فيه واحد الرائحه، يعني رائحه هكا خفيفه عطريه. كاين في محلات كثيره، ولكن هذا في اكسو هو المحل اللي كيعطيو كميه كثيره. هذا هو الشكل ديالهم. طبيعه الحال العلبه فتحوها افضل من كما فتحت انايا، انا قطعتها فقط لانني كنصور بيد وحده. خذيت هذا المعقم هذا، هذا بغيت نخليه في المنزل يعني للضروريات، هكا كتكون زربانه وباغا تغير الابن ديالك او شي حاجه، او يجي يعني عندك شي حد، من افضل المعقم يكون هكا في المنزل. خديت هاد الجوارب، هادو هما كيقشروا او كيحيدوا الطبقه الجلديه اللي كاينه في القدم، يعني مش طبقه جلديه كامله، فقط يعني الطبقه اللي قاصحه او كيجدد البشره. زوين بزاف صراحه، كنصحكم فيهم. خديت منهم 4 انا والعزيز عليا. زوين بزاف، ولكن ان شاء الله اللي بغيت ندوي عليهم طبيعة الحال تركوا لي في التعليق، غادي نشرح لكم طبيعة الحال كامل المعلومات عنه. فقط يعني ممنوع بالنسبه للمراه الحامل واللي عنده الفطريات في الرجل او الشامبيليو. خديت هاد لي بواني هادو، زوينين بزاف، كاين اشكال متعدده هكا اللي بغات تبدلوا البواني الخاصين بالمطبخ او الدولاب. خديت هاد البلاستيك هذا الخاص بالثلاجه، هادو اللي تقريبا 3.6 لتر، فيهم 20 وحده. انا يعني انا كنستعملهم فقط اشياء اللي كنبغي انني نمددهم تكونوا عمليين، ولكن بحال اللحم او قطع اللحم او قطع الدجاج فما تيكونوش عمليين صراحه. خديت هادو سميتو جوجي، هو عنب لا مش عنب، وانما توت مجفف ان شاء الله. فغتكون غاديش ندوي عليه بزاف هنا في الفيديو، فغندوي عليه في القناه الثانيه، غندوي بشكل مفصل عنه وشنو يعني المنافع ديالو. في ارخص مكان هو يعني في كيبيعو في اكسو هنا، وارخص مكان انورو تقريبا 67
كاين ايضا في اوشون، كاين في ليدل، كاين في فارماسي، ولكن الاسماك كتكون شويه يعني غاليه. فانا خديت تقريبا 500 غرام، يعني كل وحده فيها 100 غرام، تقريبا خديت 4. ان شاء الله فغنعمل لكم فيديو خاص ونشرح لكم المنافع الرائعه ديال هاد جوجي باذن الله تعالى. كما كتشوفوا انا خديت 4 وحدات، لانه ما تيكونوش دائما، يعني انا لحسن الحظ صدفت انا وحطوا سلعه جديده في المحل. خديت هذا المنظف هذا، يعني غني عن التعريف، صدقوا لي إيه لقيتو، فخذوا منه كميه كثيره لانه ما كيبقاش، رائع جدا، يعني كيغنيكم على مجموعه من مواد التنظيف. ايضا كينظف الزجاج بطريقه رائعه جدا، يعني ما تحتاجوا انكم تشتروا منظف خاص بالزجاج، للحمام اعزكم الله، للمطبخ، يعني في كل زعما كاينه الحوايج اللي نتوما كتبغيو انكم تنظفوا بها، وكيعطي واحد الرائحه زوينه بزاف، وانه فيه مواد طبيعيه، هذا فاش زوين. خديت واخيرا خديت هاد البلانشا، او ما عرف كيفاش غنسمها باللغه العربيه، كما كتشوفوا فهي باينه على الفيديو. كنت يعني من رمضان وانا كنتسنى انهم يجيبوها في محل اكس، يعني من رمضان، وكانت تقول انه كاينه حتى في اوشون، ولكن اوشون ما جابوهاش، يعني دائما كنمشي ليه كل 3 ايام كنمشي لمحل الاوشون انه حدايا، وما كنلقاهاش، وتصادف الحمد لله انهم جابوها في محل اكسيون. الثمن ديالها باقي عاقل عليه 22 اورو. وهادو هما القياسات، كل شيء واضح على الفيديو، القياسات كما كتشوفوا، الحجم ديالها زوينه بزاف صراحه. واليوم هاد الصباح هذا فانا جربتها لانني كنت بغيتها خصيصا فقط على قبل المسمن، او الفطائر المغربيه المسمن، لهذا فخديتها لانه كتاخذ تقريبا 4 وحدات ديال المسمن. والحمد لله جربتها هاد الصباح، رائعه جدا، دغيا كطيب المسمن، والحراره كتوزع بشكل جميل جميل جميل. كنصحكم انكم تاخذوها، ما غاديش تندموا، ما غاديش تندموا صراحه. خديت ايضا هاد الكيراتين اللي كيد بحال سبخاي هكايا للشعر الجاف، خصوصا في هاد الخريف هذا كيكون كيصبح الشعر الجاف وصعب يعني نسرحو. بالنسبه للاطفال انا ما عارفاش واش كيستعمل البنوتات هكايا باش تعاونهم انهم يتسرح لهم شعرهم، لكن ما كنعرف صراحه، يعني ما مكتوبش، قريته مزيان ولكن ما مكتوبش انه واش كيصلح ايضا للبنوتات، فانا خديت منه جوج. خديت ايضا هذه الصباغه خاصه بالاطفال، فيها 98 مواد طبيعيه، هذه فزوينه، يعني واخا يمسوها في فمهم او شي حاجه فما غاديش تضرهم بطبيعه الحال، واتمنى غتلقاوهم على الشاشه. خديت هادو، راكم عارفينهم، هادو كنلقاو بهم هكا الاسنان، ما بين الاسنان تيكونوا رخاص في محل اكسيون. خديت هادو بحال الستيكرز بيضين، لانه عندي كلافي بالفرنسي، وملي كنجاوب يعني واخا كنعرف، واخا ما عنديش كلافي بالعربي، فانا كنعرف الحروف في الكينين بالعربيه، ولكن مع السرعه احيانا صافي مع السرعه كنتعطل انني ندير الكومونتير، لهذا فقلت علاش لا. المهم خديتهم، كتبت فيهم الحروف بالعربيه ولصقتهم في الكلافي ديالي. خديت هاد الاجندا ديال او مذكره ديال 2019 ان شاء الله باذن الله. انا حلها لكم باش تشوفوا الداخل ديالها. هذا واش كديرها زوين مزال، خديتها هكا، خديتها الوان ربيعيه بطبيعه الحال. فيها هكا واحد الملصقات زوين بزاف، وهكايا توضعيهم في الاشياء اللي انت يعني مهمه بالنسبه لك، وفيها هذه فنتعلقيها بطبيعه الحال، هنا يعني بغات تعلقوها كما قلت. وهذا هو الداخل ديالها كما كتشوفوا، يعني بسيطه، وهادو هما الملصقات، قد انكم يعني كيتحيدوا بسهوله، وكتلصقوهم في الاشياء اللي نتوما بغيت محدده، بغيتوا انكم تذكروها وما تنساوهاش. هذا هو الشكل ديالهم، كنتمنى يكون واضح. كنحاول نقرب ولكن الكاميرا ما كديرش زوم قريب بزاف، يعني عنده
يعني محدد، تكبير محدد. هذا الشكل ديالها من الداخل، زوينة هكا يا خفيفة وما فيهاش بزاف التعقيدات. كاين اكبر من هذا الحجم، كتوضعي فيها هكا في الجانب صور العائلة، ولكن حاجة بسيطة غادي يكون احسن البركة. هذا هو الشكل ديالها، كاين الوان مختلفه بطبيعه الحال، ديال كاتوك اشكال مختلفه. انا خديت اخيرا خديت هذه اللي كديري فوق من الاعمال باش ما تخسريش الطابله ديالك، او تقطعي فيها الاوراق، يعني عندها بزاف الاستعمالات، وديري فيها قياسات بطبيعه الحال. نحيد لها الباستيكه وتشوفها من الداخل. الثمن ديالها صراحه رخيص بزاف بزاف. كاين الاحجام مختلفه، تقريبا كاين جوج احجام، انا خديت اكبر حجم. طبيعه الحال كاين الحجم الكبير كبير جدا، ولكن ما كاينش طبيعه الحال في اكسو، كاين في المحلات الخاصه ببيع هكايا الادوات الفنيه، خصوصا انه الطابله اللي كان صور فيها هي طابله خاصه بالاكل، وكنقولش نهار غادي نهرسها. ولهذا خديت هذا عادل، هذا الخيط من محل زمان، هو انا خديته من محل زمان بخصوص مشتركة طلبت مني انني نعمل لها طقية او طربوش على شكل كرة قدم، وانا بديت فيه الحمد لله، وقريب ان شاء الله ننزل على القناة من الجوطية او البال او الفيت غونيه. فخديت هاد الطاقية الرائعة جدا خاصة بالاطفال، هي قالت انا خاصة بالذكور والاناث. خديتها واول واحد غادي نستعملها هي انايا، يعني اول واحدة غادي نستعملها. وخديتها انا دائما كنشجع الناس اللي كي مادام انا كيعجبني اللي يشري من عندي الحوايج اللي كنعملهم بيدي، فانا ايضا كنبغي نشري من عند الناس اللي كيعملوا الاعمال اليدويه بيدهم. يعني هذه عملاتها سيده بيدها وزوينه بزاف، ما فيها اي خطا ولا اي، وكنتمنى انني يعني نعمل بحالهم، يوصل المستوى ديالي اني نعمل بحال هاد التقيات. خديتها ب2.50 اورو، يعني ما قدش لها تنقص لي او اي حاجه، فقط شفتها خديتها عجبتني. وهذا هو اللون ديالها، زوينه بزاف. خديت هادو، انا من معجبين ديال هاد البيضات. دائما ما كنلقى شي وحده كنسول، لكن المشكل انني ملي كنلقاهم فيهم هكا رسومات خاصه بالفراعنه، او رسومات خاصه يعني بالديانه ديالهم وداكشي، وانا كشي ما كنبغيش صراحه. انا كيعجبني حاجه ما تكونش فيها هكا مجسمات، والوحيد اللي لقيت عنده مجموعه، لقيت عنده هاد الجوج فيهم هكا ورود زوينين بزاف بزاف كما كتشوفوا. الوحده ب3 اورو، لكن انا وحده ب3 اورو، فقلت ليه كل شيء يخليهم لي ب4 اورو. فقال لي اوكي، وخديت اثنان. هذا هو يعني هو الوحيد اللي رخصهم، يعني انتما تيكونوا غالي من 20 اورو فما فوق. هذا هو الشكل ديالهم هكا. خلاص الا باش تقدمي شي واحد شي سلسال او شي هكا هديه سلسله او اكسسوار، توضعيها هنايا وتعطيها لي، فكتجي صراحه فكره زوينه بزاف. وهذا هو الشكل ديالهم، راقي جدا. يعني كما قلت، هذا كلهم اخذتهم من الجوطيه، او اللي كيبيعوا الاشياء المستعمله. فانا من معشاق الجوطيه بطبيعه الحال ملي كنت في المغرب، لانه كنشوف حوايج صراحه زوين بزاف، كتكتشف عالم اخر. لقيت ايضا عندها هذه، عند واحد السيده لقيت عندها هاد المجله. هادو كيتباعوا في اوشون، كيتباعوا في كاع المحلات ديال الاعمال اليدويه، او اللي فيها مكان خاص بالاعمال اليدويه. هذا هو الثمن ديالها ب3 اورو، لكن انا خديتها فقط ب50 سنت. وهذا هو كما كتشوفوا، يعني كل مجله كيعطوك تقريبا 4 اعمال يدويه كتعمليهم، او 4 باترونات كما كتشوفوا. يعني المجله القادمه الثمن ديالها ب6 اورو، كيعطوك 2 خيوط، 2 بكرات خيوط، يعني 50 غرام تقريبا الوزن ديالهم.
وكيقولك المجلة اللي جاية اشنو فيها من باترونات او من اعمال يدوية. كما كتشوفوا هنايا فكاين الجواريب وقفازات على ما اظن، على ما كيبان ليا شوية، وايضا هكايا خاص بالكؤوس، يعني القاعدة الخاصة بالكؤوس كما كتشوفوا. فكيعطوك هكا افكار والوان زيونه هكا باش تجرب الخيط ديالهم. الا عجبك فانت غتشري الكميه كبيره. غنوريكم الداخل ديالها بطبيعه الحال، بعد نحاول نحلها. ما غاديش نوري لكم الداخل ديال هاد المجله لانه خفت انه يكون فيه حقوق النشر او حقوق الطبع، وغادي يحيدوا لي الفيديو. لهذا فغنوريكم فقط البعض منها. فهذا هو الدخل ديالها. انا دائما الهدف ديالي انا كنمشي للجوطية او الفيدغونية، انني كنحاول نبحث على اشياء يعني تفيدني في الاعمال اليدوية اول حاجة، وثاني حاجة كنشوف هكا الناس، نشوف هكا الناس، نشوف الناس اش عندهم في المنازل ديالهم، شنو الحوايج اللي ما عنديش انا وعجبني ونشريها علاش لا. كما كتشوفوا هذا هو الداخل ديالها، كاتوك كفاية بعض المعلومات او الهدايا. هنا كاتوك زعما الهدايا اللي غادي تكون بحال هذا اللي خاص بالكروشي، او هذا اللي كتوضعي فيه البكرات. مهم بعض المعلومات هكايا تشوف الى عجبك تابوني معاهم. هكا كل شهر يصيفطوا لك كما كتشوفوا هنايا، الى عجبتك شي حاجه فكتصيفط لهم، باش هكا كل شهر يصيفطوا لك العدد على حسب واش كيخرجوا كل شهر او كل اسبوع او كل يعني موسم. مهم هكايا كنوريك واش كاين داخل. وهذه هي المجله، فيها جورب خاص بالهواتف او اللي كيحفظ الاهل هواتف. طريقة العمل ديالو في ايضا وسادة وفيه مفرش، وهذا مال الخيوط زوينين هكا وخاص غيورين، ولكن يعني تعبين بيهم بعض الورود. كاين اللون الابيض واللون الاخضر او البيستاج، هذا هما المعلومات عليه. في 25 غرام، 25 غرام ماشي 50، وانما 25 غرام. كاين هاد اللوحة الخاصة بالتقطيع وتقطع الخضار، يعني غير مستعملة فهي جديدة، تمن ديالها 2 أورو، فهي كما قلت جديدة، لهذا فأنا خديتها. خاصة بهكا بتقطيع الخضار. أنا علاش مكن علاش يعني أصرت أنها تكون جديدة، لأن نتوما عارفين هنا في أوروبا فكاين الخنزير أعزكم الله، الهدف ما يعني ما غاديش نشري بطبيعة الحال حاجة اللي كيقطعوا فيها اللحم الخنزير أعزكم الله. لهذا فهي جديدة وخاصة بالخضار، واللي عجبنا أكثر أنها ماشي من الخشب وإنما من الزجاج كما كتشوف، فهي من الزجاج وصراحة كنت محتاجة ليها. خديت هاد اللعبة الخاصة بالأطفال تقريبا 1 أورو على ما اذكر، او 2 اورو عفوا، 2 اورو. عجبني فيها بزاف، يعني بزاف الانشطه او بزاف الاشياء اللي تعجب الدار الصغار كما كتشوفوا.
فهذه باقي ما نظفتهاش في الفيديو، من بعد الفيديو فنظفتها. ولا اي حاجه كنجيبها كنصورها، يعني غتشوفوا يعني تصوير يعني اضاءه مختلفه، لانه طبيعه الحال ما خديتش في نهار واحد وانما على الشهر، على طول الشهر بالكامل. الهدف في كل ما كنشري شي حاجه كنفيل نوري نصورها عاد باش انني نظفها ونضعها في المكان ديالها. كما كتشوفوا هادو فيها الموسيقى، فيها يعني بزاف الاشياء اللي كتير الاطفال. وكنت تخدم بالحجر، بالأحجار أو البطارية. هذه هي الجهة الخلفية، لأنه يعني في بجوج جهات كلهم يعني يكونوا فيهم بزاف الأشياء. خديت ايضا هاد الكرسي، عجبني بزاف بزاف. الثمن ديالو 2 اورو، هو كان ب5 اورو. اللي عجبني اكثر انه هكا من الخشب، يعني من الخشب، الخشب يعني ماشي الخشب اللي ولا دابا. كما كتشوف هو فيه جوج مستويات، يعني جوج مستويات، كتهز فقط هذيك في كي يقعد الطفل وكتهزها كيصبح المستوى الاعلى. فانا نظفته بطبيعه الحال بالخل وصابون تنظيف وبالماء الساخن، واخا الخشب وانما غسلته مزيان. من بعد نظفته بالالكول كما كتشوفوا. تقدروا انكم تصبغوه، لكن انا عجبني هكا باللون الطبيعي ديال الخشب. فقط ممكن انكم تلصقوا بعض السيكرز الخاص بالاطفال هكا في الجوانب باش هكايا يعجبهم. وبالنسبه لي انا فنخليه هكايا طبيعي جدا. هو تقيل تقيل صراحه، يعني ما وصلت للدار حتى عيا ليا ايديا. هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه لوريكم التنظيفات اللي باش كنضف، كاين الخل الابيض او اي خل عندكم، رائع جدا للتنظيف كما كتشوفوا. كاين كاين ايضا الخل الخاص بالتنظيف، يعني كاين من غير الخل الخاص بالمواد يعني بالاكل، فكاين الخل الخاص بالتنظيف. خلي هذا الكور ايضا خاص بالتنظيف، فقدوا هكا بقطعة قطن وتمسحوا كل شيء يمشي. ماشي طبعا، فقط نوريكم كيفاش انا كنظف الاشياء اللي كناخدها مستعمله. خديت ايضا هادو، انا اي حاجه فيها على شكل بيض كناخدها. هادو كنظل بالقبس والسيراميك، وجدادين، يعني انا اول وحده غنستعمل هي انا، لان كانوا في اللياقات جدادين، وبين انهم جدادين وكاينين في البلاستيك ديالهم. باقي انا حيته فقط باش نصور. هذوما كاين جوج، كاين 3 الوان، كانوا بالوردي والاصفر والازرق البارد، وانا اخترت جوج الوان بركه. وتقارن بزاف، لانهم يا القبس فتقالين بزاف هكا، كتوضعي فيهم الداخل ديالهم اي هديه او اي حاجه، او تخدم هكا كديكور. فقط لو تقدمهم هديه، توضعي فيهم هكا اكسسوارات وتقدمهم على شكل هديه. الثمن ديال الوحده فقط 1 اورو. عند واحد السيد والزوجه ديالو، فكيبيعوا كوليكشن ديال هاد الاشياء الصغيره، بحال الكؤوس او الفازات، كيكون صغير هكا من السيراميك على ما اظن، زوينين بزاف بزاف. عجبني هذا، عجبني بزاف، يعني في واحد التفاصيل رائعه جدا كما كتشوفوا. وهو يعني ايدي سوليميت، يعني فقط يعني محد، يعني صنع محدد، يعني ما توقف في الصناعه ديالو، فقط كميه محدده كما كتشوفوا. فالورود رائعه جدا، يعني بتفاصيل جميله بزاف بزاف. الثمن ديالو كان 2 اورو، وهذا هو الشكل ديالو، عجبني صراحة. وخذيت بعد واحد السيدة هاد مقسم ب50 سنت، فقط 50 سنت، رائع جدا. هكايا مقسم ديال الحلويات او ديال الجبن،
يعني تضعوا فيه اشياء كثيره كثيره، زويون بزاف كما كتشوفوا، وسهل في الحمل ديالو ايضا. هذا هو الشكل ديالو، وثقيل صراحة ثقيل. وخديت ايضا هذا الباني، هذا ايضا جديد في البلاستيك ديالو، يعني غير مستعمل ابدا، فكنت محتاجة شي حاجة نوضع فيها هكا الالعاب الخاصة بالطفل. وكنت بغيت ناخد هادو، ولكن كنت كناخد بغيت ناخد كمية كثيرة. ملي لقيت هذا كيبيعوه فقط ب2 اورو، فقلت علاش لا ناخذ وحده، من بعد ناخذ شكل اخر، فكيجي زوين هكا، كتجمع بهم اشياء كثيره. واخر حاجه خديتها هذا، وهي هاد العلبه من عند واحد السيده ايضا مولوعه بالديكوباج والتعتيق. فلقيت عندها، واخا الثمن ديالها صراحه كان غالي، يعني 10 اورو، هي كانت كتبيعها ب20 اورو، وخلتها ليا ب10 اورو، يعني نصف الثمن. عندها يعني اشياء رائعة جدا، يعني زوينة بزاف، فقط لانه كان اثمنها شوية غاليين. وكما كتشوفوا في هذه العلبة، كنظن ان هي علبة خاصة بادوات الخياطة، كما كتشوف فيها الازرار، مقص، آلة الخياطة فيها، يعني كما هادو ضروري بالديكوباج بالصوباتهم، يعني زوينه بزاف. وانا هاد الشكل ديال العلب انا كنعرف نصاوبهم، ولكن ما كنلقاش الادوات كلها اللي بغيت انا، يعني كل مره كنلقى حاجه مادام انني لقيتها عند السيده، فانا غنستافد منها وغادي نشوف كيفاش هي صوبات هاد الشيء، وانايا باش نعمل مثله. هذا هو الداخل ديالي. بالنسبه للداخل فانا باقي ما نظفتوش، وغادي نغيره بطبيعه الحال بشكل تام، غادي نغير كاع هذا الداخل كله، غادي نغلفه، وان شاء الله بغيت نوريكم، ان شاء الله نديرو لكم ان شاء الله في فيديو خاص كيفاش انا غنبدل هذا الداخل باش يكون هكا شويه يعني انثوي، ما يكونش هكا لون الخشب فقط، هكا اللي وضعت فيه شي حاجه ما لاش تاذى. كما كتشوف رائعه جدا، يعني برغم انا كنعرف نصوب بحال هاد لي بوكس هكذا، ف اي حاجه اي انسان كتبيع هاد الاشياء الخاصه بالاعمال يدوي، فانا صراحه يعني كنبغي انا ناخذ من عندها، واخا ما كنبغيش انني باقا نقول لها تنقص ليا، ولكن هذيك طبيعه الحياه شي اورو شويه غاليه. كنتمنى ان شاء الله تكون هاد المشتريات نال الاعجاب ديالكم، ان شاء الله نلتقوا فيديو اخر باذن الله تعالى. دمتم بخير، مع السلامه.